أنا الإعلامية مدلين شقلي، أنا مهنتي طبعاً إعلامية وصحفية، أشتغل مذيعة ومعدة ومقدمة برامج بإذاعة زمن. برنامجي كان اسمه على طاولة الصباح، برنامج ببث الأمل والتفاؤل بالناس. صباح الحظ الحلو والناس الحلوة يلي بتقدم لنا، يلي بتعطينا، يلي بتخاف علينا. كانت الحياة كتير كانت جميلة، حتى لو ما كانتش عجبانة بهذاك الوقت، بس كانت أهدى، كانت أفضل بعيلتي وبيتي وأصدقائي، مخططاتنا وأحلامنا. إجت الحل، حالنا اليوم غير الحال، تغير فيه كل شيء، صوتي تغير، شكلي تغير، نفسيتي تغيرت، أحلامي تغيرت، أمنياتي ومخططاتي تغيرت، تحديداً لما فقدت أختي مرام وبنتها الصغيرة يلي عمرها 4 شهور. مرام وجعتني كتير وألمتني كتير، استشهدت وقت انقطاع الاتصالات، رنيت على تليفونها كان يرن ما ترد، بعدين اكتشفت إنه مرام استشهدت واندفنت، وأنا وإمي بعاد عنها، لا قدرنا نشوفها ولا حتى قدرنا نودعها. أنا اليوم بدون بيت، بدون مأوى. معقول الفقد اللي إحنا عم بنعيشه ممكن في شيء بالحياة يعوضنا إياه؟ استشهد from Gaza Strip دير البلح، a student at Azan University. I'm studying physical therapy and that is my senior year. The incubation destroyed my university and we don't know how we will graduate. I was in a student exchange program to America, but it's gone because of the war, of course. I have a lot of dreams and now it's all gone. Just want to stay alive here in Gaza.